الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور قبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة، سواء شهداء أحد أو البقيع أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال إن هذه القبور الآن محجورة، بمعنى أن عليها جدرا، فالواقف من خارج القبة لا يكون زائرا للقبر. زادته يا فالراجح أن المرأة لا تزور القبور مطلقة، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا البقيع ولا الشهداء ولا نعم.